ورجعنا مرة تانية. طيب انطباع الغرب والدول الأجنبية ايه على الاستراتيجية؟ بالنسبة للغرب كان في ترحيب كبير جدا يعني غير متوقع. كل الناس طبعا كانت متحمسة للموضوع ده، وغير تحمسهم كان عندهم أمل كبير وما زال الأمل موجود إن فعلا تطبق الاستراتيجية دي زي ما اتقالت بالظبط، أو الناس عندها فعلا بتطمح إن يحصل تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بالنسبه طبعا للدول الاجنبيه، الصحف الاجنبيه تداولتها بشكل كبير جدا. يعني احنا كدوله مصر كان عندنا انبهار شديد بفكره ان الدول الاجنبيه تداولت ده في الصحف عندها بشكل كبير جدا، وهم نفسهم كانوا بيطمحوا كمان انه تطبق الاستراتيجيه دي زي ما ظهرت بالظبط. يعني بما انهم تداولوها كتير فهم عندهم امل انها تطبق، لان مصر فعلا زي ما قلنا اول مره تحصل استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان في كافه الفئات. فبالنسبه لدول الغرب والدول الاجنبيه دي كانت بمثابه حدث كبير جدا في الدوله، والكل بيطمح ان فعلا تطبق الاستراتيجيه زي ما كنا بنتمنى انها تطبق. كيف يتحقق المعنى الشامل للاستراتيجيه؟ تحقيق المعنى الشامل هو من آلية التنفيذ. اعتقد ان هناك بنود طوليه وعرضيه ممكن نتكلم فيها. يتم تحقيق المعنى الشامل بالبند العرضي، ان انت يعني تشمل وتحوي ويتضمن في هذه الأشياء كل الفئات أو كل المحاور اللي كانت موجودة في الوثيقة، إن كانت محاور اقتصادية، سياسية، مدنية، اجتماعية، أو المحاور الثانية اللي بتخص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الشباب أو كبار السن أو المرأة أو الطفل. وأيضا المحور الرابع عملية تثقيف الناس بمفاهيم حقوق الإنسان ومفاهيم الوعي الكامل بشأن حقوق الإنسان. دي المحاور الأربعة اللي هتحقق من خلالها المعنى الشامل. ده المعنى العرضي. المعنى الطولي هي آليات التنفيذ. كل ده كلام، زي ما كلنا عارفين إن هناك استراتيجيات كتيرة كانت موجودة في الدولة ومبادرات مختلفة تم تنفيذها على أرض الواقع بسبب إن في آليات تنفيذ، وآليات التنفيذ بتتم بشكل كبير جدا وشكل واضح. حصل عندنا مبادرة حياة كريمة، مبادرة 100 مليون صحة، ايضا مبادره الاسكان حي الاسمرات والعلمين والعاصمه الاداريه. كل دي هذه المبادرات شهدت اليات تنفيذ قويه جدا. فمثلما تم تنفيذ هذه المبادرات قادرين ان احنا ننفذ هذه الاستراتيجيه بشكل كبير وبشكل قوي حتى يتم تحقيق المعنى الشامل لهذه الاستراتيجيه. ايه العقبات اللي ممكن تقف امام تنفيذ الاستراتيجيه؟ العقوبات اللي ممكن تقف اللي هي آلية التنفيذ لو مش محطوطة صح، أو إن ممكن يحصل تخاذل أو تكاسل من الدولة، وبجانب الدولة برضو الشعب ليه دور كبير جدا. وكمان ممكن تحقيق الديمقراطية، لأن بالنسبة لنا تحقيق الديمقراطية بيوازي برضو حقوق الإنسان، يعني لازم يبقى فيه توازن بينهم الاثنين. لو ما فيش كده هيحصل خلل في تحقيق أصلا الاستراتيجية اللي احنا بنتكلم عنها. فبالنسبة لي أنا عايزة حقوق وواجبات، وده مش هيطبق غير بأن يبقى فيه توازن بين الاثنين، الديمقراطية وحقوق الإنسان. زي ما ليك واجبات ليك حقوق، والدولة كمان ليها واجبات وليها حقوق. فلما يبقى فيه توازن بين الاثنين ده ممكن هو يسعى لتنفيذ الاستراتيجية بالشكل الصحيح. اما لو ده حصل بشكل خطا، او ان في تلعثم بين الدوله، او ان في تخاذل من الدوله وتكاسل من الشعب، طبعا هيحصل يعني مش هتحصل بالشكل اللي احنا متوقعينه. فبالتالي دي ممكن تكون العقبه الكبيره جدا اللي ممكن تواجه الاستراتيجيه. ايه العقبات الثانيه اللي ممكن تواجهها؟ الحقيقه ان لن توجد عقبات طالما هناك رغبه وتكاتف في هيئات ومؤسسات الدوله، ولكن انا عندي تخوف من عقبة كبيرة جدا وبتحصل في معظم الاستراتيجيات اللي تمت قبل كده على مدار السنين في مصر، وهي يعني عقبات مشهورة دايما، هي عمليات التفريغ. ان يكون في تفريغ للمؤسسات. انا لو اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان اصبح هناك لجان مختلفة في المؤسسات والمفاصل تعمل بشكل قوي، فمش هيحصل عملية تفريغ، هيكون في تماسك، هيكون في تلاحم، فبالتالي الاستراتيجية هتتم. اما لو حصل هناك تفريغ في المؤسسات، هناك مؤسسات تلتزم وهناك مؤسسات لا تلتزم، او حتى عدم وجود رقابه من اللجنه العليا الدائمه لحقوق الانسان، فبالتالي ده هيحصل عمليه تفريغ. بالظبط يعني لو احنا عندنا جزيء، الجزيء بداخله ذرات متباعده، ففي فراغ ممكن تتفكك بسرعه زي الميه. فلو تم هذه الذرات اللي جوه متماسكه جامد، ف
تفكيكها صعب جدا. فبالتالي بنفس الاطار الاستراتيجية عشان تتغلب على العقبات محتاجة تماسك، ما يبقاش عملية تفريغ. وأنا تنتابني بعض الريبة إن هناك مشكلة تانية ممكن تواجه هذه الاستراتيجية. طبعا احنا عارفين إن الحكومة هي مصدر التشريع، فطالما الحكومة مصدر تشريعي، الحكومة ليست مصدر تشريع، آسف، الحكومة ليست مصدر تشريع والبرلمان هو مصدر التشريع. فلو الحكومة أدت استراتيجية وشرعت بأن هناك قانون لحقوق الإنسان، هيذهب إلى البرلمان، فبالتالي هيكون هناك دورات تنعقد ويحدث ما حدث في قانون الجمعيات الأهلية وأيضا قانون دار الإفتاء بخصوص تجديد الخطاب الديني. هذه القوانين وضعتها الدولة ثم بعثتها إلى البرلمان، والبرلمان لم يفي بوعوده وأعطاهم قانون مغاير تماما. فصمم سيادة الرئيس أن ترجع هذه الحاجة مرة أخرى ويتم عقد دورة جديدة حتى يسن قانون جديد للجامعات الأهلية. فأنا أخشى ما أخشى أن يكون أن ده يحصل مع الاستراتيجية، ويكون القانون المسنون من قبل الدولة هناك في مجلس الشعب أو بالبرلمان، هناك تغيرات أو تلاعبات أو أشياء تحدث من هذا القبيل. ولكن الاقتراح الدائم للحل هذه المشاكل، طبعا لازم يكون في لجنة إشرافية لحقوق الإنسان من قبل البرلمان. هذه اللجنة فيها متخصصين ومستشارين حقوقيين على أعلى مستوى حتى يتم مراجعة هذه القوانين بشكل كامل، ويتم وضع القانون وسنه بشكل يليق بقيمة وعراقة دولة مصر. ليه التوقيت ده بالذات اللي تم اختياره؟ يعني هو اصلا المبادره دي او الاستراتيجيه دي كان بيرتب لها تقريبا منذ سنه او سنه ونص، فده يمكن كان الوقت المناسب خلاص. يعني هي ما طلعتش كده هباء، هو كان في لجنه تشريعيه ولجنه سياسيه، وكانت تعتبر اصلا الاستراتيجيه دي فلسفيه ذاتيه. يعني كان في عدد كبير جدا ما يقرب من 30 مثلا 30 وزاره او يعني كيان كله متجمع ان هم خلاص شغالين على الاستراتيجيه دي لزمن طويل جدا. فخلاص يعني دلوقتي وقتها ان هي خلاص تخرج بقى للناس وتعرض كاستراتيجيه كبيره لحقوق الانسان. وبالفعل في الوقت بالظبط اللي هي خرجت فيه عملت ضجه كبيره، يعني لاقت اقبال كبير جدا من الدول الغرب والدول الاجنبيه كمان. فيعني كان اختيار كويس برضو لوقتها، يعني هي ظهرت في الوقت ده وكان اختيار ممتاز للوقت حقيقه. وبالاضافه لكلام استاذه اسراء، ان ايضا التوقيت ده بالتحديد جاء لان ما كانش ينفع في 2011 او 2013 او حتى 2017 نظرا لانتشار موجات الارهاب في مصر وخصوصا في سيناء. فبالتالي هتدي لي بقى حقوق انسان وهناك محاربه للارهاب؟ لا، تفرغ لحل المشاكل وبعد كده اوضع الاستراتيجيات. فان الاستراتيجيات توضع في هذا التوقيت امر يوحي بمدى استقرار الدوله المصريه في هذا التوقيت. تمام، خلينا نطلع لفاصل ونرجع تاني.